يتحملون أدنى مخالفة. وهذا ليس الآن جديدا، منذ أيام خميني يعني هذه الحالة موجودة عندهم. دولة قمعية لا تحتمل أدنى مخالفة، إياك، ما تستطيع في إيران أن تتكلم على خامنئي. إذا تكلمت على الله يمكن أن يمرر ذلك، أو تكلمت على أمير المؤمنين وصارت حادثة في زمان خميني، والجريدة إلى الآن عندي، صحيفة جمهوري إسلامي، هاي الصحيفة من ناطقة باسم باسم الحكومة، صحيفة حكومية جمهورية إسلامية أسست بعد الثورة، ومثل كيهان اللي كانت مثلا منذ ما قبل الثورة أو الانقلاب. في هذه الجريدة مقالة بهذا العنوان: اشتباهات أمير المؤمنين. اشتباهات أمير المؤمنين يعني أخطاء في اللغة الفارسية، الاشتباه يعني خطأ. هذا كتب مقالة بهذا العنوان: أخطاء أمير المؤمنين عليه السلام في عهد خميني. لو نبدل هذا العنوان إلى اشتباهات إمام خميني كان سووه شاورمة، كان قصقصوه هالشكل ألف وصلة، عرفت شلون؟ لكن قال عن أمير المؤمنين عليه السلام ما سوى له شيء. والآن هم هذا البالون اللعين، هذا هم قال لنا عليا عليه السلام شنو؟ فشل، فاشل كان، نعوذ بالله. زين، ما سوى له شيء. أما بالله عليك لو يقول خامنئي فشل كان هم سووا شاورما وضافوا له فلافل يمكن وياه، عرفت شلون؟ يعني هذه مشكلتنا معهم، صريح العبارة. احنا تأخذنا الغيرة على أئمتنا صلوات الله عليهم، على نبينا وأهل بيته الطاهرين، ولا نريد شيئا. يعني إحنا لا يوم المرجعية نافستهم في مناصبهم، لا السيد المرجع قال تعالوا خلوني أنا الولي الفقيه مثلا حتى خامنئي يغتاظ منه كل هذا الاغتياظ، يعتبره منافسا. لا مثلا دخلنا في الانتخابات، في انتخابات مجلس الخبراء ولا البرلمان ولا كذا، ولا جئنا ننافسهم، الله وكيلك، لم ننافسهم في شيء من دنياهم على الإطلاق، تركنا لهم الحكمة والجمل بما حمل، ما عندنا منافسة سياسية معهم. غاية ما هنالك أننا نريد حريتنا في الدعوة إلى ديننا فقط، والدفاع عن أئمتنا عليهم السلام، ومحاربة أعدائنا من أعداء أهل البيت عليهم السلام. هذا لا يريده النظام حسب مصالحه، هو يرى مصالحه السياسية أنه يريد جر الشيعة إلى طريق آخر، هذا ما يرفضه المراجع، فيتعرضون إلى هذه الويلات.